تفضل فاطمه اسمح لي وخطوه عندي عندي سمحي لي عندي سته من اللي عطات الاخت هذا كيف على طريق ديال الروز الشيء بغيتي المهم لا كيفتي طريقة اخرى مغايرة على سميتو ديالنا اللي كندير دابا انا المهم كتاخدي الصاجات اللي بغيتي كتصورها كما القاعدة كما كنصوروها فكتبغي تحطيها كتكوني مصوبة كتاخدي اناناس كتدوزي في واحد شي الزبدة وشي ديال السنيدة عشية ديال شوية نقصي البوطو شوية تنتعسل شوية وتحطيها على جانب ولا سوا كديري كتحيدي ليه الجدوف وكتقلي وتهرمشي ياك وكتاخدي داك الحليب مركز محلى ياك مفهوم لا لا حنا متبعين معاك تفضلي فاطمه ملي تكوني طايبه الزيت تكوني كتكوني مشطيت شي كله الزيت كتكوني مهرمش كتكون طايبه الساعه تحطيها تقدي وكيكون عندك حتى هو شويه الزبيب وشويه القرفه ياك اللي كتبغي تقدميها كتحطي ديك الصفه ياك كتكوني دايره فيها داك حكا نسيت حليب مركز محلى كديرها مع كتخلطيها مع الصفه كتخلطيها معاها وكديري الشفقه على حسب الحلاوه حيت كتكوني دايره كتكون حليب مركز محلى تا هو حلو كتخلطي مع الخليط وكتاخدي ثاني اللوز تا هو كتخلطي واحد شويه مع داك الحليب مركز محلى عشويه ماشي بزاف عشويه على حسب الذوق فهمتي كتخلي واحد شويه ما فيه والو عادي ياك واخا مفهوم اي مفهوم طيب لا عليك كتحطي داك اناناس كتحطي بعدا اولا ما قبلتيش اللوز الوسط مهرمش كتحطي اللوز وتحطي فوق منه شويه السكر ياك وكتدوري على الاناناس كله على داك الطرفين في الشناب كله من ديك بلاصه الخاوي كتحطي واحد شويه الوسط ديال اللوز وشي ديال السكر كدوري داك الاناناس وديك البلايص التقيبات كتشدي داك اللوز اللي كنتي درتي مع حليب مركز محلى كديري كوالات وكتمشي ديك الوسط ديال دوك الاناناس ايه مفهوم ايه مفهوم صافي وكتقدمي وكتزيدي تكون مخلطه اصلا مع كيفاش؟ هذاك الزيت كتكوني مخلطه كتكوني مخلطه الزيت في الاول نسيت ما قدرتش ايه الزيت كتكوني اصلا مخلطه مع الصفه ايه واخا داك يتخلط معاها واخا باش وتفتزين نعاودو نديرو منه شويه ياك الزين الا بغيتي دير داخل المهم دير من الاحسن ديري طاير داخل انا بغيتي ما قلتوش من الاول ما كاين حتى مشكل المهم جاتنا في الزبيب تبارك الله عليك يا فاطمه كنشكرك بزاف مرحبا بسلامك عندي طاخت واخا عندك طاخت ايه واخا ايه جوج بيضات جوج البيضات ايه كاس زيت كاس ديال الزيت ايه كاس سنيده كاس الليمون ايه كاس الفاص جوج خماعات الحلوى ايه قصة الملح واحد فاني ايه وتفاح وتفاح كتقطعيه المهم الطريقة انا نقول لك الطريقة كنجمعوا جميع المقادير في مونينيكس كلشي من غير التفاح كلشي في الخلاط البيض والحليب البيض والزيت والليمون والسنيده والفورص والخميره والفاني والملحه كتجمعيهم في الطحانه ياك كهربائيه ومن بعد كناخذوا ملي كنجمعوا هاد المقادير كندهنوا المول عرفتي ذاك المول اللي مشلنا في الطحانه اييه ديال الطاخت اييه راه كيكون فيه ديك سميتو كتحل ملي كتديري كتحيد كتحل فعلا كيبقى هذاك كتبقى هذاك الدائر ذاك الاطار اييه هذاك كناخذوا هذاك المهم كناخذوا هذاك الخليط ذاتي كندهنوا المول كنكونوا موجدين ديك الساعه التفاح ذاك كنقطعوا ذاك على شكل هلاليات اييه ومني هذا كنخو ذاك الخليط ديال الكيكه كنحطوا ذاك كنسوا ذاك هذاك التفاح كنسوا على كل شيء كنكملوا يعني كنديروا الكيك هو الاول وعاد ديك الساعه هلاليات ديال التفاح كنسوا ذاك التفاح اييه ومني هذا كندخلوا الفران واخا طيب كنكونوا موجدين هذا السيرو اييه الكريمه اللي غادي ندير فوق منها واخا شنو كنكونوا موجدين فيها كاس الليمون واحد فلو ديال درهم واحد فاني اييه ونعملو فوق نديرو فوق البوطه المهم تي قاد
واخا ملي كنخرج هذيك الكيكه كنخويها فوق منها. مييه هذيك الكريمه ديالي كنخويها فوق من ديك الكيكه كنديرها في الثلاجه تتبرد ونقدموها في الصحراء. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك فاطمه. خليكم عندي مزيد من الاقتراحات انا في الحاله اليوم اللي شد ليا. بارك الله فيك وحنا نتواصلوا معك ان شاء الله عما